أهلا بكم. هل أصبحت الميليشيات المدعومة من إيران في مرمى القوات الأمريكية أو مرمى التهديدات الأمريكية بعد القصف الذي تعرضت له مواقعها سواء داخل العراق أو على الحدود العراقية السورية، حيث كانت قاعدة التاجي الواقعة شمالية بغداد والتي تضم قوات من التحالف الدولي تعرضت لقصف صاروخي أودى بحياة جنديين أمريكيين ومجندة بريطانية اتهمت بها ميليشيا حزب الله قبل أن تشن الطائرات الأمريكية هجوما عنيفا ضد مواقع الميليشيا في بغداد وعدد من المحافظات. السؤال: ما حدود الاستهداف الأمريكي للميليشيات المدعومة إيرانيا في العراق؟ سيكون معي في هذه الحلقة السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر ضيفا في الاستوديو، ولواء الركن ماجد القيسي الخبير العسكري والأمني، والعميد الركن الدكتور وليد الراوي الخبير العسكري. إذا نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ النقاش، كونوا معنا. هجوم صاروخي على قاعدة التاج التي تضم قوات أمريكية وأخرى للتحالف الدولي في بغداد نفذته الميليشيات المرتبطة بإيران أسفر عن قتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني فضلاً عن 12 جريحة. وجاء الرد سريعاً من وزارة الدفاع الأمريكية التي بدأت الهجوم على أهداف مختارة وصفتها الوزارة بالدقيقة، وقد شملت أكثر من 34 موقعاً للميليشيات في جرف الصخر ببابل ومطار كربلاء ومقار أخرى في واسطة والبصرة وصلاح الدين، خلفت عشرات الجرحى والقتلى بينهم القائد في الحرس الإيراني سيامند مشهدي. بهذا الهجوم وهذا الرد يتحول العراق مرة أخرى إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف المتنازعة على السيطرة والنفوذ. فقد أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن أمريكا بدأت بالفعل تقليم أظافر الميليشيات المورية لإيران في العراق والحد من قدراتها الصاروخية لاستهداف المصالح الأمريكية، وهو ما أكده وزير الدفاع مارك إسبر بقوله: ما يهدد مصالحنا فلن يفلت من العقاب. الخارجية البريطانية أعلنت أن قوات التحالف الدولي ستستهدف أي مجموعة تقوم بأعمال عدائية في العراق، ومن جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هدف الضربات الجوية للميليشيات في العراق كان تدمير القدرة التسليحية لميليشيا حزب الله. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فقد أكد توحيد الجهود والتعاون للتصدي لتهديدات إيران ووكلائها في العراق. الضحية والمتضرر الأول في هذه الصراعات هو العراق الذي يعاني أوضاعا صعبة على الصعود كافة والتي تتخطفه من كل جانب للنيل منه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى، يعني بلا شك يعني هناك صراع أمريكي إيراني على أرض العراق. الخارجية الأمريكية حذرت حكومة عبد المهدي في حال فشلت في كبح جماح الميليشيات التي قصفت قاعدة التاجي وأدت إلى مقتل جنديين أمريكيين ومجندة بريطانية. هل أصبح العراق الآن ساحة للصراع الأمريكي الإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العراق واضح أنه ساحة لهذا الصراع، وإيران تسعى لحرب بالنيابة مع الولايات المتحدة، وهي في الحقيقة حرب استنزاف. إيران لا تواجه الولايات المتحدة، لم تواجهها على الإطلاق في كل المراحل السابقة، لم تواجهها مباشرة، هي تواجهها من خلال عملائها وأذنابها وأدواتها القذرة التي أعدتها في العراق وفي أماكن أخرى من المنطقة. ربما في المستقبل تكون المواجهة في مناطق أخرى غير العراق، لكن من الواضح أنها حرب استنزاف تحاول الإدارة الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني بكل تشكيلاته المخابراتية والأمنية والعسكرية أن تلعب في أرض العراق لعبة قذرة تحاول من خلالها أو تزعم من خلالها أنها تحاول استنزاف الولايات المتحدة، ولكن هذه من الواضح أنها يعني لعبة فاشلة ومحكوم عليها ابتداء بالخسران، لأن يعني كل موازين القوى بين الإدارة الأمريكية وبين الميليشيات التي أعدتها إيران
وسمحت الولايات المتحدة بالمناسبة، يعني نحن لا يجب أن لا نبرئ الولايات المتحدة من مسؤوليتها عن وجود هذه الميليشيات في العراق، هي من سمحت لها، هي من غذتها على مدى سنوات، هي من عملت معها في كثير من المواقف المشتركة في الموصل، في الأنبار، في صلاح الدين، في غيرها، أثناء محاربة تنظيم داعش. بدعوى تنظيم داعش الإرهابي تم تغول هذه الميليشيات التي يعني تعلم الولايات المتحدة جيدا أنها أدوات بيد إيران وليست أدوات عراقية، وليست قتالها للتنظيم الإرهابي أيضا، كان التنظيم داعش يعني ليس قتالا مبدئيا، وإنما هو دفاع عن إيران ويعني بالوكالة عن إيران. فكانت الولايات المتحدة تعرف هذا جيدا، وكانت تدعم هذه الميليشيات، وهي من سمحت لها بالتغول كما قلنا، وبالامتداد في كل مفاصل المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية. لذلك هي تعرف جيدا حجم هذه الميليشيات، وتعرف جيدا مقراتها وتسليحها واتصالاتها. لا شك أن الولايات المتحدة بإمكانياتها العسكرية والاستخبارية والتقنية قادرة على أن تعرف تفاصيل هذه الميليشيات بشكل جيد، سواء في أماكن التحشد، الاتصالات، منظومات الاتصالات، شبكات التجسس التي تديرها، خطوط الاتصال الخلفية كما يقال مع الجانب الإيراني. كل هذه الأمور معروفة، الأوكار التي تستخدمها السرية في منازل متعددة في مناطق بغداد المختلفة وغيرها، كل هذه الأمور معروف لدى الولايات المتحدة. وهذا يعني أن هذه الحرب الاستنزافية التي تشنها إيران ضد الوجود الأمريكي في العراق حرب فاشلة وحقيقة ساذجة أيضا. نعم. إذن أرحب بالعميد الركن الدكتور وليد الراوي الخبير العسكري، انضم معنا من فلوريدا عبر سكايب. سيادة العميد الركن، مرحبا بك. سيادة العميد الركن، يعني كيف تابعتم استهداف الميليشيات للقاعدة، قاعدة التاجي، ومقتل جنديين أمريكيين ومجندة بريطانية، وكذلك التحذيرات الأمريكية للميليشيات المدعومة إيرانيا في العراق؟ طبعا تعتبر هذه الضربة هي 23 التي تنفذها الميليشيات الولائية إلى ضد المصالح الأمريكية في العراق. وفي حلقة سابقة ذكرنا عن أن وجود القوات الأمريكية هو جاء بناء على طلب الحكومة العراقية بعد اندفاع داعش وسيطرت على محافظات رئيسية من العراق. وعليه نعم، من المعلوم أنه هذه الميليشيات الولائية الثمانية الرئيسية هي تقاتل الإنابة روكشور على أرض العراق مدفوعة من إيران. هذا الموضوع يعني واضح. التحذير الامريكي قبل هذا، الضربه اللي قبلها اللي اظن كانت يوم السبت، الرئيس الامريكي اعطى صلاحيه يعني خول وزير الدفاع بالتصرف ودون الرجوع اساسا للبرلمان الامريكي. تذكرون الكونغرس حدد الرئيس الامريكي بالتصرف، لكن هذا الموضوع يعتبر من ضمن قواعد الاتفاق الطبيعيه. وعليه اصبح قامت القوات الأمريكية بالرد، ثم عقبتها ميليشيات النجباء وليس حزب الله من نفذت هذه العملية. في نفس الوقت صدر تحذير إلى الحكومة أنه مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار وعلى وجود القوات الحليفة للحكومة العراقية والتي قالت جنبا إلى جنب معها ضد داعش الإرهابي. الأمر الآخر أنه الآن هنالك إصرار على أقليم أظافر هذه الميليشيات اللي تشكل عملية أولا عدم قرار العراق هي أن تنفذ أجندة إيرانية بالعراق لا تستهدف المصالح الأمريكية. أرحب بالسيد اللواء الركن ماجد القيسي الخبير العسكري والأمني، انضم معنا من بغداد. سيادة اللواء الركن مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ، يا مرحبا. استهداف الميليشيات للقوات والقواعد الأمريكية في العراق، هل هو يأتي فعلا في إطار استنزاف القوات الأمريكية في العراق؟ يعني هل مدركة الميليشيات حجمها العسكري وقوتها أيضا العسكرية أمام القوى الأمريكية أو الموجودة القواعد العسكرية في العراق؟ هل ترى أنه من باب التهور فعلا أم أنه من باب استراتيجية مرسومة إيرانية؟
السلام عليكم لك ولضيوفك الكريم ولمشاهدي قناتكم. الحقيقة موضوع اليوم الاحتكاك ما بين بعض الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران والقوات الأمريكية في العراق أعتقد وصل إلى مرحلة خطيرة جدا من خلال استهداف المعسكرات والقواعد، وبالإضافة إلى أنه هناك اعتماد الضربة بالضربة. لكن السؤال، هل تتمكن هذه الفصائل من استنزاف القوات الأمريكية؟ الجواب استراتيجية الاستنزاف نعم، هي استراتيجية الضعيف تجاه القوي، ولكن في ظل التفوق الأمريكي وفي ظل التكنولوجيا والتقنيات التي تمتلكها لا أعتقد هذه الفصائل سوف تصل إلى مستوى استنزاف القوات الأمريكية بقدر ما هو مضايق هذه القوات وإزعاجها واحتمال إيقاع بعض الخسائر بها في المكان في التاج. وهذه الخسائر تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كبيرة، ولهذا هي تقوم بالرد. أعتقد هي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستعيد الردع، ولكن من الناحية العسكرية باعتقادي أنها لم تستطع لحد الآن استعادة الردع. والدليل في ذلك عندما قامت بالعملية يوم 14 من آذار وضربت معسكرات جرف الصخر وبعض المعسكرات الأخرى، في اليوم التالي تم استهداف معسكر التاجي بصواريخ بأعداد كبيرة وبالمسافات القريبة من قبل بعض الفصائل. وبالتالي الحكومة العراقية أيضا يعني أنه في وضع محرج، وبالتالي أصدرت بيانات إدانة واعتبرت أن هذه العملية تمس بالسيادة العراقية، لأنه السيادة العراقية الحقيقة هي يعني اخترقت أكثر من مرة. حذرت وزارة الخارجية نعم. وقد حذرت نعم. تقوم ببعض الإجراءات نعم. يعني حذرت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة عادل عبد المهدي من الفشل في كبح جباح الجماح الميليشيات، وهناك البعض من يرى أن الحكومة والميليشيات هي كل لا يتجزأ، أحدهما يكمل الآخر. أنا لا أسمعك بالضبط من الصوت، ولكن نعم. الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية حذرت أكثر من مرة وإنما من العام الماضي، وهي تعرف أن هناك فصائل وهذه الفصائل لها تجربة في مقاتلة الأمريكان آنذاك في عوام 2007 و8 و9، وبالتالي بعد عام 2014 توسعت هذه الفصائل وأصبح لديها قدرات مختلفة وانتشرت داخل الأراضي العراقية. يعني لو نأخذ تقييم للضربة الأمريكية، هل الضربة الأمريكية الأخيرة كانت مؤثرة؟ أنا باعتقادي من الناحية العسكرية لم تكن مؤثرة، لأنه هؤلاء أيضا يتمتعون بالخبرة ويتمتعون بالذكاء، وليس من السهولة أن يقوموا بتكديس هذه الأعتداء والأسلحة والمقرات مشغولة في وقت تهدد به القوات الأمريكية. ابقى معي لو سمحت. وبالتالي هم يستخدمون استراتيجيات أخرى في التوزيع والانتشار والتفريق. يعني الولايات المتحدة الأمريكية قياسا بخسارة 3 جنود 2 أمريكان و1 بريطاني مع إصابة 12 جندي من مختلف ضمنهم أمريكان وبريطاني. ستبقى معي سيادة اللواء الركن ماجد القيسي الخبير العسكري، سأعود إليك مرة أخرى لو سمحت. السؤال إليك أستاذ مصطفى كامل، يعني البعض يرى أن قواعد الاشتباك أو قواعد الأمريكية قواعد الاشتباك باستهداف مطار كربلاء قد تغيرت باعتبارها يعني مؤسسة مدنية، كيف يمكن أن تتغير هذه القواعد قاعدة الاشتباك مع أن استهداف المؤسسة المدنية هو خارج خطة أو أي خطة عسكرية؟ أولا بودي أن أوجه تحية للضيفين الكريمين، وأجد نفسي مضطرا إلى الإشارة إلى التعقيب على إشارة وردت في حديث السيد ماجد القيسي، وهي أن هذه الفصائل أو الميليشيات المسلحة قاتلت الولايات المتحدة في العامين 2008 و2009.
حقيقة هذه الميليشيات لم تقاتل الولايات المتحدة لأغراض المقاومة، هي ارتكبت بعض الأعمال لأغراض مصلحية ويعني لصالح الجانب الإيراني ضد الوجود الأمريكي في العراق في محاولة للضغط على الولايات المتحدة في بعض الملفات وليس أكثر من ذلك. ويعني هذا مسألة يجب أن ننتبه إليها ولا ننسب لهذه الميليشيات الإرهابية شرف المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الأمريكي. القضية التي تفضلت بالسؤال عنها وهي أن هل الولايات المتحدة غيرت قواعد الاشتباك في قصفها لبطار كربلاء باعتبارها مؤسسة مدنية؟ الحقيقة عندما خول الرئيس ترامب وزير دفاعه باستخدام كل الوسائل التي يعني يراها ضرورية في الميدان للرد على هذه الهجمات الميليشياوية، يعني الجانب الأمريكي عندما قصف مطار كربلاء كان يعلم أنه ليس مؤسسة مدنية فعلا. أولا هذا المطار هو يعني مخصصة إلى مبالغ بحدود 500 مليون دولار سرقت منذ سنوات ولم ينجز أي شيء على الإطلاق. الولايات المتحدة طبعا بإمكانها أو هي فعلا مارست هذا سابقا، قصفت منشآت مدنية عندما تعتقد هي أن فيها تهديد لها تقصفها حتى ولو كانت منشآت مدنية. يعني نحن نذكر أنها مثلا قصفت ملجأ العامرية وهو مؤسسة مدنية محمية بالقانون الدولي بالكامل، لكنها قصفتها لأنها تصورت أنها بزعم أنها تصورت أن هذا مقر قيادة عسكري، وهو الجميع يعرف أن هذا ليس مقر قيادة عسكري. الآن هذا المطار هو في الحقيقة فيه عقدة اتصالات لبعض الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران وتحديدا يعني ميليشيا حزب الله كما ترد المعلومات. والحقيقة أيضا هذا القصف فضح مسألة بالغة الأهمية، أن هذا المطار وهو يفترض أنه تابع إلى وزارة النقل والمواصلات وإلى هيئة الطيران المدني، اتضح أنه ليس تابعا لوزارة النقل والمواصلات ولا لهيئة الطيران المدني ولا لأي مؤسسة رسمية في الدولة العراقية المعنية بهذا الجانب، وإنما اتضح أنه مطار تابع للعتبة الحسينية في كربلاء. يعني أنا أسأل، هل يوجد في العالم كله مطار تابع لمؤسسة دينية تدير مرقدا دينيا في منطقة ما؟ هل يوجد لها مطار؟ يعني هل الفاتيكان سلطة البابا تدير مطارا في إيطاليا؟ وعلى هذا الأساس على هذا الأساس تم استهداف المطار؟ وعلى هذا الأساس تم، لأنه مقر ميليشياوي مقر عسكري، هو ليس مقر مدني بالمناسبة، هو اللافتة مقر مدني ولكن في الحقيقة يستخدم لأغراض عسكرية. وهذا يعني الميليشيات في العراق كانت تستخدم سيارات الإسعاف لأجل ارتكاب جرائم خطف وقتل وإرهاب إلى آخره في أثناء الفتنة الطائفية التي شهدها العراق، وما تزال حتى بالمناسبة. يعني المؤسسات السلطة العراقية المدنية والعسكرية والأمنية والخدمية كلها خاضعة لسلطة الميليشيات. ولهذا يعني كما قلت هذا المطار واجهته مؤسسة مدنية، ولكن في الحقيقة هو مؤسسة استخبارية. يعني هذا يعني أن جميع المؤسسات أو عقدة اتصالات أمنية لصالح الميليشيات، وهو تابع لمؤسسة دينية تدير مرقدا في محافظة كربلاء. وهذا كما قلت لا يوجد، الفاتيكان سلطة الفاتيكان لا تدير مطار روما، ولا سلطة حتى سلطة إدارة أو وزارة الحج في المملكة العربية السعودية لا تدير مطار جدة. هناك وثائق مصورة ولا يوجد أي مؤسسة ولا توجد أي مؤسسة دينية تدير مطارا في الدولة. يعني هذه الضربة الأمريكية كشفت وفضحت هاتين المسألتين، أولا استخدام المؤسسات المدنية لأغراض عسكرية واستخبارية تخدم إيران كما يحصل في مطار رفيق الحريري مثلا في بيروت الذي يديره أمنيا حزب الله، وكما نعلم أن شبكة الاتصالات في لبنان مسيطر عليها من جانب جهات الأمنية في ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي. وبالتالي هذا أيضا هنا في العراق يحصل نفس الشيء. وأيضا افتضحت عائدية هذا المطار للممول من المال العام ولكن لصالح جهة هذا يطرح سؤال معينة، وسرقت أمواله بالمناسبة. يعني سرقت أمواله منذ عدة سنوات
أكثر من نحو 500 مليون دولار ولم يشيد فيه أي شيء. طبعا هو حتى من الناحية يعني المنطقية والعملياتية لا يمكن أن يكون هناك مطار في النجف ومطار في كربلاء على الإطلاق، لا يمكن، لأن المسافة بينهما قصيرة جدا. لكن يعني هذا لأغراض يعني فضحتها ربما هذه الضربة الأمريكية. فلا يوجد تغيير لقواعد الاشتباك، هم استهدفوا مؤسسة عسكرية وليست مدنية كما يزعم الإعلام المسيس والموجه طائفيا وإرهابيا في العراق. بالعودة إليك سيادة اللواء الركن أو العميد الركن عفوا الدكتور وليد الراوي. دكتور وليد، يعني هناك الكثير من الوثائق المصورة التي أثبتت بالصوت والصورة استخدام الميليشيات، منها ميليشيا جيش المهدي يعني قبل منذ العامين 2006 و2007 وما بعدهما، كذلك استخدام المؤسسة العسكرية الجيش لتمرير هذه الميليشيا تحت غطاء المؤسسة العسكرية، تحذير الولايات المتحدة الأمريكية أو الخارجية الأمريكية لحكومة عبد المهدي، هل يعني أن من ضمنه أو في طياته أيضا ربما احتمالية استهداف الجيش أو المؤسسة العسكرية التي في ظاهرها مؤسسة عسكرية وفي باطنها ميليشياوية؟ احنا طبعا نعلم جيدا وجود الميليشيات المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، خصوصا بعد قرار الحاكم سيء الصيت بريمر رقم واحد يعني اللي صدر بال 2004 والذي شرعن به انضمام 9 ميليشيات الى المؤسسه العسكريه والامنيه اللي سمي قانون الدمج. وبالتالي على ضوء ذلك تسربت عناصر كثيره من كل الميليشيات الى المؤسسه العسكريه والامنيه. هذا يعرفه الامريكان حقيقه، وللاسف بس هذا عرفه بشكل متاخر، لانه الامريكان في تلك الفتره هم من دربوا سلاح الجيش العراقي والمؤسسات الامنيه العسكريه اللي جزء من عدم ميليشياوي. حتى الناتو دربهم في دول الجوار. لكن الان بهذه المرحله حتى لو يعلموا هذا، مسؤوليه السيطره القياده والسيطره للجيش العراقي والمؤسسه الامنيه العسكريه يفترض يد الدوله، ولا تسمح لهذه القوى ان تتصرف يخل بالامن او الاتفاقات الدوليه اللي وقعت مع قوى التحالف الدولي. وانا اتوقع يعني سوف لن استهدف بالرغم من وجود بعض الشخصيات القياده في هذه المؤسسه، وهي اللي جاءت من خلفيه الدمج الميليشياويه وهي تمثل الاجنده الميليشياويه في المؤسسه العسكريه والامنيه معروفه بالاسم. لكن في هذه المرحله القوات سوف لن تستهدف المؤسسه العسكريه والامنيه العراقيه مع وجود هؤلاء، بل سيتم التركيز على الميليشيات التي تنفذ السياسه الايرانيه. وهي حرب الانابه مثل ما ذكر في العراق. سيد اللواء الركن ماجد القيسي، بالعودة إليكم مرة أخرى، يعني الاستهداف ابتدأ من الميليشيات، قاموا باستهداف القواعد الأمريكية، ثم قامت الطائرات الأمريكية باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في 3 كانون الماضي قرب مطار بغداد الدولي. بعد ذلك أيضا يعني حدثت استهدافات للقواعد الأمريكية في التاج، يعني استمرار الاستهداف الميليشياوي للقوات الأمريكية مع أيضا محاولة استصدار قرار من البرلمان بتبني مشروع يطالب الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، كل هذه الأمور تتوالى وهذه الظروف تتوالى. من وجهة نظرك يعني هل تتوقع أن يكون هناك يعني استهداف أمريكي للقوات الحكومية أيضا؟ سؤالك هو مركب من عدة يعني أسئلة وليس سؤال واحد. أولا القوات العراقية هي بمعسكرات مشتركة مع القوات الأمريكية، وهذا أمر مستبعد جدا أنه قد تقوم القوات الأمريكية باستهداف القوات العراقية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه في زمن عام 2014 و2015 و16 و17 لحد ما جاء ترامب الى الاداره الامريكيه وانتهى صفحه تنظيم داعش الارهابي وطي الصفحه العسكريه، كانت العلاقه ما بين هذه الفصائل والقوات الامريكيه لا صراع ولا تعاون، بل قدمت بعض التعاون لها في بعض
في بعض المناطق عن طريق الاسناد الجوي وغيره، وكانت هناك مقراتهم قريبه من المقرات الامريكيه. لكن انعكس ذلك على الخلاف ما بين الولايات المتحده الامريكيه وايران حول موضوع البرنامج النووي، واصبح عدو ايران عدوي، وبالتالي نعرف ان المنطقه هي تعتمد على سياسه المحاور، ليس الان منذ 3 أو 4 عقود مضت هي على سياسه المحاور. هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تريد التوسع في هذه الحرب، هذه الحرب اللامتماثلة، الحرب العجينة، هذه مكلفة باهظة الثمن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أيضا الفصائل المسلحة لا تريد أيضا المواجهة المباشرة مع القوات الأمريكية لإدراكها أن ردة الفعل ستكون عنيفة، وكذلك ل القدرات يعني قدرات دولة علمى وليس قدرات دولة عادية أو بسيطة. وبالتالي لا أعتقد هناك مواجهة ستكون مفتوحة، سيكون النمط هذه الحرب تحت مستوى الحرب فوق التصعيد، يعني هناك ضربة بضربة وردة فعل على أي فعل يلزم من أي جانب. وبالتالي هذه المشاكل التي اليوم العراق يدخل في تكون هكذا نعم. استاذ مصطفى، ما الذي يمكن ان تفعله الحكومه لهذه الميليشيات؟ يعني اولا هذه الحكومه جزء من الميليشيات، والميليشيات هي عماد وجودها. لو لم تكن هناك ميليشيات لما جاء عادل عبد المهدي وهو عنصر ميليشياوي في الحرس الثوري وفي ميليشيا بدر التابعة للحرس الثوري لما جاءوا إلى السلطة. وبالتالي عملية تبادل الأدوار والتغطية بين الميليشيات والسلطات، وأنا لا أسميها حكومة لأن تسميتها حكومة يعني إقرار بشرعيتها وهي سلطة غير شرعية، أنا أصر على تسميتها بالعصابة بالمناسبة. هناك تبادل أدوار وهناك تغطية. عندما تريد هذه السلطة المدنية كما تسمى شيئا تحاول أو تريده إيران بالحقيقة من هذه السلطة، تقوم الميليشيات بدور في التصعيد مع الجانب الأمريكي وعبر مؤسسات عديدة. يعني أنا تعرف حضرتك والمشاهدين يعرفون أن هذه الميليشيات لها أدوات في البرلمان، ولها أدوات في التشكيلة الوزارية، ولها أدوات في الأجهزة الأمنية وفي الأجهزة العسكرية وفي كل المنشآت بالمناسبة، حتى في الأجهزة الخدمية وغيرها. تقوم هذه الميليشيات بدورها في ابتزاز الجانب الأمريكي أو الضغط عليه من خلال بعض التصرفات، يعني مثلا التصويت على قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق أو غيرها. أيضا عندما تريد السلطة شيئا، عندما تريد هذه الميليشيات أو تفعل هذه الميليشيات عملا إجراميا في العراق كما يحصل، تقوم السلطة عبر أجهزتها الرسمية والقضائية والتشريعية بالتغطية على هذه الممارسات الإرهابية الإجرامية. ولذلك هذه السلطات لا يمكن ولا يتوقع على الإطلاق أن تقوم بأي عمل لقصقصة أصابع أو أجنحة هذه الميليشيات الإرهابية. هذه الميليشيات الإرهابية جزء من منظومة الرئاسة، تشكيل يعني مؤسسة الرئاسة كما يدعى في العراق، جزء من مؤسسة الوزارة التي رأسها عادل عبد المهدي أو أي شخص سيرأسها كما أي شخص رأسها في السابق، وجزء من مؤسسة البرلمان، وجزء من كل التشكيلات الأمنية والعسكرية والإدارية والخدمية في أقصى نقطة في غرب وشمال وجنوب وشرق العراق. إذن لا يتوقع منها على الإطلاق أن تقوم بأي عمل. طيب البعض يعني الولايات المتحدة هل تعتقد أن يعني حكومة عبد المهدي قادرة على أن تكبح جماح هذه الميليشيات؟ إذا كانت تعتقد أنها لا تستطيع، فكيف إذن تهدد الميليشيات والحكومة؟ هي الميليشيات تعتبر جزء من الحكومة. لا شك أن الإدارة الأمريكية تعلم جيدا أن الميليشيات متغلغلة في كل المؤسسات العراقية. إذا كنا نحن نعلم هذا، فالولايات المتحدة بقدراتها الاستخبارية والأمنية قادرة على فهم تفاصيل أكثر بكثير مما نعرفه نحن. لكن هي محاولة، يعني حتى رسالة بومبيو اليوم محاولة لأن تضع هذه السلطة التي تدعي السيادة في بغداد، تضعها أمام مسؤولياتها. يعني أنت عندما تتحدث، عندما قمت بتوقيع
اتفاقات مع الجانب الأمريكي واستخدمتها كما قال الدكتور الراوي لمحاربة داعش، ولنترك استخدامها لغزو العراق في عام 2003. عندما استخدمتها كانت هناك عليك ترتيبات مشتركة ومتقابلة. إذا قامت الولايات المتحدة بواجباتها فكيف تقوم أنت بواجباتك؟ الموقف الأمريكي هو أنا أعتقد محاولة لإحراج سلطة عادل عبد المهدي وفضحها وتعريتها، لأنها غير قادرة، الولايات المتحدة تعرف ذلك جيدا، غير قادرة هذه السلطة على كبح جماح الميليشيات وغير راغبة أصلا. يعني هو لا يوجد فشل في كبح جماح الميليشيات، بل هناك تخادم وهناك تغطية وهناك تبادل أدوار وهناك محاولات. يعني حتى إذا تذكر حضرتك قبل أشهر أو ربما نحو سنة صدر قرار من عادل عبد المهدي بإلغاء التسميات المذهبية والكذا للميليشيات وإعطائها الصفة العسكرية، بدل من كتائب كذا أصبحت اللواء رقم كذا. هذه يعني ذريعة أو يعني غباء حماقة سميها ما شئت. طيب تصورت هذه السلطات في بغداد أنها محاولة أنها قادرة على أن تخدع العالم وتخدع الولايات المتحدة التي كانت تضغط بهذا الاتجاه، على أن خلص هذه ليست ميليشيات، هذه مؤسسات عسكرية ضمها إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، تدعي أنها يعني تحاول أو تزعم أنها خدعت العالم بأنها خلص ضمتها إلى المؤسسة وصارت جزء منها. الحقيقة هذا يسبب مسألة أخرى أخطر، وهي أن كل الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها هذه الميليشيات والتي سترتكبها، سواء في مسألة الفتنة الطائفية، في مسألة القتل والإرهاب وممارسة الإجرام، في الابتزاز، في الخطف، في الاعتداء على المتظاهرين الآن، في الهجوم على الولايات المتحدة ومقراتها، كل هذا ستتحمله الأجهزة الأمنية لأن والمؤسسة الحكومية عفوا، وليس الأجهزة الأمنية، لأن هذه الميليشيات جزء من المؤسسة الحكومية كما تزعم السلطة في بغداد. إذا كانت هذه غير قادرة على فعل شيء فهي في الحقيقة ليست غير قادرة، وإنما هي غير راغبة في ذلك، لأن وجود عادل عبد المهدي كما وجود حيدر العبادي قبله ونوري المالكي وإبراهيم الجعفري وكما أي شخص يرشح ويجري تسمية رئيسا لوزراء هذه العصابة التي سرقت العراقيين وقتلتهم وأفقرتهم ووصلتهم إلى هذا الحال الذي تحدث عنه وزير الصحة قبل أيام بأنه يصل في مسألة الوقاية يصل إلى المرتبة 176، وأن العراق لا يملك حتى 5 ملايين دولار لهذا، هذه لمواجهة فيروس كورونا. إذن هذه العصابة تتحمل كل المسؤولية عما سيحصل، وأي رئيس وزراء قادم لن يقدم إلا بموافقة الميليشيات ولن يستمر إلا بموافقة الميليشيات. نعم. بالعودة إليك سيادة العميد الركن الدكتور وليد الراوي، يعني من وجهة نظرك يعني ماذا لو كررت الميليشيات وهجومها على القواعد الأمريكية في العراق؟ ما هي حدود هذا الاستهداف من وجهة نظرك؟ حقيقة ذكرت وزارة الدفاع وزير الدفاع الأمريكي أنه من ضمن الاستراتيجية الأمريكية في هذا الموضوع أنه تقليل أو تدمير القدرات العسكرية لهذه الميليشيات بحيث لن تستطع مستقبلا التعرض على المصالح الأمريكية أو قوات التحالف. من المؤكد أنه سيكون أيضا الرد، وايضا مثل ما ذكروا الضيوف الكرام انه الامريكان عندهم معلومات كثيره تفصيليه عن اماكنهم معسكراتهم تمويلهم تسليحهم، لكنه لحد الان حقيقه يعني ما وصل الى خلينا نقول المواجهه الواسعه، ما نقول حرب شامله. يعني هل نستطيع القول بانه الرد لم يكن على بالمستوى الحازم والصارم؟ يعني والدليل ان الميليشيات هي تقوم باستهداف القواعد الامريكيه مرارا وتكرارا. نعم بالضبط، يعني هو حقيقه مو عجز القوات الامريكيه عن الرد، القوات الامريكيه جت احتلت العراق والعالم كله ساكت واخرس مو ما عدا، بس لكنه الموضوع ينظر له من ابعاد استراتيجيه كثيره. اولا موضوع العلاقه بين القوات الامريكيه مع الحكومه العراقيه، ثانيا مسؤوليه الحكومه العراقيه الدستوريه بمسؤول كبح جماح هذه ولم تتطلق. يعني من يطلع القائد الحرس الثوري يقول حنأسس تفصيل قبل يوم
التفاصيل بالعراق، احنا ندربه وحزب الله اللبناني شو، ولا الحكومه العراقيه ردت انه انت شنو علاقتك تاسس مجاميع مسلحه داخل العراق تهدف من هو جاء رسميا الى العراق، وخصوصا عبر برنامج سي تي اي اف اللي ذكرناه، اللي هو طلب الحكومه العراقيه من الحكومه الامريكيه بمساندتها ضد حرب داعش. بعد مقتل السليماني وابو مهدي المهندس والضربة اللي صارت صواريخ الكودا بعيدة المدى القاعدة حي الأسد، القوات كانت في سبع أيام أوقفت الإسناد جوي، وهي معلومات من ضباط قيادات سواء موجودين في الجيش العراقي أو الإقليمي. زاد عدد عمليات داعش إلى 80 عملية بالأسبوع. فموضوع الـ نعم هنالك يعني العراقيين يتبنون انه لحد من هذه الجماعات المنفلته الغير مسيطر عليها من الدوله اللي تقوم تعبث ماليا وامنيا بالعراق، ويفترض ان يكون الدوله القائد العام هو الى السلطه الحد من تصرفاته. لكنه نعم انا معك انه صح قوّلت القياده وزير الدفاع والقياده الوسطى تحتهم بالرد، لكنه الرد لحد الان محدود وليس شامل. نعم، ابقى معي سياده اللواء سياده العميد الركن الدكتور وليد الراوي. استاذ مصطفى كامل، يعني في الايام الماضيه شهدنا عقوبات امريكيه على شخصيات في قيادات في الميليشيات، ولكن لماذا لم نشهد اي عقوبات على حكومه عادل عبد المهدي او حكومات المنطقه الخضراء؟ اليست الميليشيات جزءا من هذه الحكومات؟ الحقيقه هذا السؤال يجب ان يوجه للولايات المتحده، لان يعني تعلم جيدا كما تفضل الجميع حجم التداخل الميليشياوي بين الميليشياوي والسلطة في بغداد باعتبارها منظومة واحدة في الحقيقة. لكن من الواضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن تصعد إلى الحد الذي لا يمكن التراجع عنه، يعني هي لحد الآن مركزة بشكل كبير على استهداف هذه الميليشيات ولا تسعى إلى استهداف شخصيات في الجانب المدني إلا لمن لهم علاقة في قضايا دعم الإرهاب أو قضايا فساد، وهذه مسألة يعني يجري ربما الحديث والنقاش فيها طويلا. واضح. ولهذا تسعى الولايات المتحدة لحد الآن على إحراج هذه السلطة، وتستخدم هذا الأسلوب السلطة في بغداد يعني من خلال استهداف الميليشيات ووضع هذه السلطة أمام مسؤولياتها في القيام بواجباتها. وهذا عملية عدم استهداف السلطات الإدارية أو الحكومية الحقيقة هو يعني تقصير من الولايات المتحدة عن يعني تسمية الأشياء بأسمائها وعن معاقبة الميليشيات والجهات الإرهابية التي يعني تقتل العراقيين وخاصة في المظاهرات. أستاذ مصطفى، قيادة العمليات المشتركة وصفت القصف الأمريكي لمقرات الحشد بأنه يعني انتهاك لمبدأ الشراكة في العمليات العسكرية، كيف تعلق على ذلك؟ يعني مبدأ الشراكة في العمليات العسكرية كيف جاء؟ هذه الشراكة بين العراق المزعومة طبعا بين العراق والولايات المتحدة قائمة على التزامات متقابلة. نعم. عندما تقوم الولايات المتحدة بواجباتها ويجب أن تقوم الجهات العراقية بواجباتها. الآن هل قامت الجهات العراقية بواجباتها في حماية الجهات العسكرية التي تدعي أنها استضافتها بمحض إرادتها وبقرار سيادي صادر من الجهات التشريعية والجهات الحكومية في العراق؟ بالتأكيد لا. أين هو دور المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لقيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع في حماية ضيوف العراق كما يزعمون؟ هم يزعمون، نحن نعتقد أن القوات الأمريكية قوات محتلة، هم يزعمون أن هؤلاء ضيوف في العراق وأنهم جاءوا بناء على قرارات سيادية رسمية وشرعية من سلطة شرعية في العراق كما يزعمون لأجل إنقاذ العراق من خطر الإرهاب. طيب الآن هذه الميليشيات المؤتمرة بأمر إيران والتابعة لهيئة الحشد الشعبي التي هي جزء من مؤسسات السلطة في العراق تقوم بقتل هؤلاء يعني هذه القوات التي استقدمتها السلطة العراقية كما تزعم بشكل شرعي. فكيف يعني أنا أعتقد أن قيادة العمليات المشتركة والمؤسسات الأمنية بكل تسمياتها، الأجهزة الأمنية بكل تسمياتها في العراق
هي من أخلت وانتهكت مبدأ الشراكة عندما لم توفر الحماية لهذه القوات. وأنا أكرر هذا منطقهم وليس منطقنا. نحن منطقنا أن العراق خاضع الاحتلال، وأن ما حصل في نهاية عام 2011 من خروج معظم القوات العسكرية الأمريكية وتمركزها في بعض دول الجوار العراقي العربي تحديدا، نحن نعتقد هذا فقط محاولة لإعادة انتشار وليس انسحاب كامل لقوات الغزو والاحتلال. عندما تنسحب قوات الغزو والاحتلال يجب أن تسحب العملاء والأذلاء الذين جلبتهم من 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 الأزقة العفنة في كل مكان وسلمتهم حكم هذا البلد العظيم. هذا هو الانسحاب الحقيقي لقوات الغزو والاحتلال، وفضلا عن ما يتبع ذلك من تعويض للعراقيين ومن اعتراف بالجرائم التي ارتكبتها، جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الغزو في العراق وعملائها في العراق. يعني هم أوجدوا فرق الموت، هم استخدموا هذه الميليشيات من إيران، هم زجوا بهذه الميليشيات من في الجيش والأجهزة الأمنية، فلذلك الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها. نحن هذا منطقنا، أما هم منطقهم يعني منطق السلطة في بغداد أن هذه قوات شرعية، فالقوات الشرعية يجب أن تحموها بموجب الاتفاقيات الدولية التي أنتم أبرمتموها والاستجداء الحاصل. يوميا كانوا يتحدثون عن ضرورة وجود التحالف الأجنبي الدولي كما يسمونه لدعم المؤسسات العراقية. الآن عندما كف خطر داعش بشكل أو بآخر، حتى وإن كان بتدمير المدن العراقية على رؤوس سكانها، وما تزال آلاف الجثث ربما في الموصل وفي غيرها تحت الأنقاض، الآن بدأ التخلي عن موضوع استجداء الولايات المتحدة وباقي أطراف التحالف الدولي للوجود في العراق والقيام بواجباتهم في حماية هذه السلطة العميلة المجرمة في العراق فقط لإرضاء الجانب الإيراني. هذا فقط محاولة للضغط إيرانية، محاولة إيرانية بالكامل للضغط، ليس للعراق علاقة بها وليس للعراق مصلحة بها إطلاقا. عندما يتم توجيه أي صوت إعلامي أو صاروخ أو موقف سياسي أو قرار في البرلمان أو أي شيء من هذا القبيل تجاه الولايات المتحدة وتجاه بعض الدول الغربية الأوروبية، فهو أمر إيراني كامل يخضع لمصالح إيران ويخضع ل يعني توجيهات إيران. لو تحسنت العلاقة غدا بين الولايات المتحدة وإيران، ستجد هذه الميليشيات تنكفئ، وستنكفئ ليس عسكريا، تنكفئ سياسيا، تنكفئ في البرلمان، تنكفئ أصواتها الإعلامية التي تملأ الصراخ، يعني تملأ هذا الجو الإعلامي والفضاء الإعلامي بالصراخ ضد الولايات المتحدة، كلها ستنكفئ لو تحقق أي نوع من الاتصال أو أي نوع من رغبة الجانب الإيراني في التهدئة. فهي إذن أدوات قذرة حقيرة، يعني ذلي بالقول، تستخدم أنشأتها إيران وتستخدمها لمصالحها فقط ولا علاقة للعراقيين بها. سيادة اللواء دكتور وليد الراوي، يعني البعض من المحللين العسكريين يتوقع أن يكون هناك استهداف أيضا أو عمليات قصف أيضا للميليشيات من قبل القوات الأمريكية. يعني البنتاغون نفى أي أنباء تحدثت عن نيته إعادة نشر المئات من الجنود الأمريكيين في العراق. هل تتوقع أن يكون هناك تغيير في الاستراتيجية الأمريكية في العراق من الناحية العسكرية؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في العراق الآن طبعا هم التركيز الرئيسي موضوع محاربة الإرهاب واللي هو موضوع داعش. بعد القضاء او يعني عمليات الهجوم المقابل ضد تنظيم داعش وانحسار من داعش، اولا بقى تنظيم داعش موجود، ومثل ما ذكرت انه الفتره اللي عقبت بالضبط الاسبوع اللي عقب قتل سليماني وابو مهدي المهندس اوقفت قوات امريكيه قوات التحالف اوقفت الاسناد الجوي، زادت عمليات داعش خلال ذاك 81 عمليه من 15 عمليه الى 80 عمليه. هذا الهدف الاول. الهدف الثاني الان موضوع الميليشيات الولائية التي تأتمر بأوامر الحرس الثوري، هذه إذا أولا رئيس الولايات المتحدة خول وزير دفاع التصرف، إذا أعطاه صلاحية بالتصرف بالردع عسكريا. الأمر الآخر، هل هناك استراتيجية بزيادة القوات؟ في الإعلام ذكروا الفرقة 101
المحمولة جوا اللي هي طبعا الوحيدة بالعالم بهذا المستوى التدريبي والتسليحي وقابلية الحركة، انه حتأتي العراق ما اتوقع. نعم موجود قسم منها في القطر السيرية ومو بعيدة هي، لانه التغيير استراتيجية لا، لكنه نقول مستوى العمليات، لانه هاي الحرب مع تنظيمات الميليشياوية هو كالحرب مع تنظيم القاعدة وداعش، يعني الحرب لا متماسكة، الحرب العجينة، حرب الجيل الرابع، في اسماء كثيرة تستخدم. على مستوى الاستراتيجية ما راح يكون هنالك زيادة، بل اتوقع بالعكس في بعض المناطق اللي قد تعتبر حرج وتتواجد معها الميليشيات قد يكون تقليل مستوى قطاعات امريكية وحدة، تسليا ان تمزج هذه المناطق بقوات من التحالف وليست تكون قوات امريكية صرفة، حتى يشهد يظهر للعالم انه هذه الميليشيات تستهدف التحالف الدولي وليس القوات الامريكية. هذا الامر الثاني. الثالث هو نعم هنالك الضوء الاخضر بالرد على الميليشيات في حال قيامها باي تعرض مستقبلا. نعم أستاذ مصطفى، يعني بلا شك أن الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق يلقي بظلاله على ما يجري في المشهد العراقي، وخصوصا على كاهل المواطن العراقي، الشعب العراقي الآن الرافض للعملية السياسية وللأحزاب التي لم تؤتي للعراق أي خير لهذا البلد، فقط نكبات أزمات، يعني هناك أزمات اقتصادية، أزمات إنسانية، انتهاكات لحقوق الإنسان. كيف تجد أن هذا الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق، كيف تجد تأثيره على المواطن العراقي وعلى الشعب العراقي ككل؟ التوافق الأمريكي الإيراني كان يعني غطاء لغزو العراق، والتوافق الأمريكي الإيراني كان غطاء لإثارة الفتنة الطائفية، والتوافق الأمريكي الإيراني هو الذي أوجد هذه السلطات المتعاقبة في العراق، يعني ابتداء من سلطة إبراهيم الجعفري، نوري المالكي لمرتين، حيدر العبادي وعادل عبد المهدي، وأي بديل آخر سيأتي يعني لاحقا. التوافق الأمريكي الإيراني هو الذي أوجد كما قلنا هذه الميليشيات الإرهابية وسلطها على العراقيين. الآن هذا الصراع الأمريكي الإيراني هو الذي يلقي بظلاله على العراقيين. الولايات المتحدة لن تتأثر بهذه الصواريخ البسيطة التي تطلق من هنا أو من هناك لتنال من هذا المعسكر أو ذاك. إيران لن تتأثر على الإطلاق بأي هجوم تقوم به الولايات المتحدة على الميليشيات والأذرع الإيرانية في العراق أو في غير العراق، لأن أصلا هي يعني إيران لا تقاتل بنفسها، وإنما تقاتل بهذه الأدوات التي سمح لها بإيجادها وامتدادها وتغولها في العراق وفي غير العراق، في لبنان وفي مناطق الحوثي وغيره. وبالتالي الشعب العراقي إذا اتفق الأمريكيون والإيرانيون فهو متضرر، وإذا تصارع الأمريكيون والإيرانيون متضرر. فهو متضرر. الذي ينقذ العراق والعراقيين من هذا الصراع أو من هذا التوافق هو وجود القرار العراقي المستقل، وجود السلطة العراقية الوطنية التي تحمي شعب العراق وتحمي مستقبل العراق، وتحاول أن يعني تضمد جراح العراقيين التي حصلت منذ غزو العراق عام 2003 وفي سنوات الاحتلال التي امتدت لسبعة عشر سنة، والله سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم متى تنتهي هذه المأساة في العراق. السلطة الوطنية في العراق هي القادرة على حماية العراقيين، هي القادرة على إنقاذ العراقيين، هي القادرة أيضا على إنقاذ المنطقة، لأن العراق الآن بؤرة للفتن والإرهاب وتصدير المشاكل إلى العالم، يعني إلى جواره العربي والتركي وإلى ما هو أبعد أيضا. هذه السلطة الوطنية هي التي تنقذ العراق، أما الصراع الإيراني الأمريكي أو التوافق الإيراني الأمريكي هو دائما مصدر الإشكال والإجرام والإيذاء لشعب العراق. نعم نشكرك شكرا جزيلا سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، ضيفي في الاستوديو، ونشكرك شكرا جزيلا. العميد الركن الدكتور وليد الراوي الخبير العسكري، كنت معنا عبر سكايب من فلوريدا، شكرا لك سيادة العميد الركن. وشكر أيضا موصول لسيادة اللواء الركن ماجد القيسي الخبير العسكري والأمني، كان معنا من بغداد، وللأسف قد تم قطع أو فقدنا الاتصال به. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى حلقة قادمة في أمان الله.